الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، تحية طيبة للكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في سوق غمر، نعرفكم على أسعار العجول اللحم بتاريخ 16/11/2022. بالصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. السلام عليكم يا حاج. العجل ده عامل كام بالصلاة على النبي كده؟ 24000. اللهم صل على النبي. السعر الآن ماشي كام النهارده؟ الآية في الآية 55. صلي عليه، اللهم صل عليه، صلي عليه في أي أجل بلدي بلدي. أه اللهم صل عليه. مش بيكسب إن شاء الله، ما أزل أنت تشيل على كده وأنت حاول. الكلام في أخذ وعطى، أنتوا بتزقوا في الكلام ليه كده؟ وحد هياخد حاجة غصب عنه؟ الكلام كتر ماليش وقت على الكلام. لا انت فجرت، انت جريت فتحه. احنا ما جريناش فتحه، احنا بنشتري بنظاره من عندك ايدك وفلوسنا في جيبنا. بس يا عم الحاج ما تزعلش نفسك. واحد ادي العجل. انا عامل كام يا حاج العجل ده؟ هكشوا هكشوا يا بناجي، وديشوا بكام يا معلم بالصلاة على النبي؟ نون يا خير. ده ب 21 ونص 50 جنيه حاجة. 21000؟ لا ما بكذبش، ده كلامه صح. والله عمري ما بكذب في حياتي. رقم تليفون حضرتك كام؟ نط على الشاشة. نعم. رقم تليفون حضرتك. تليفوني؟ اكتب يا سيدي. 0100 42 55 55 971. منين يا حاج؟ من الجعفرية برج السنتر. ادي العجلة، اللهم صل على النبي. يا باس تعال شوف العجل ده. طلوق ولا لحمة ده حاجة؟ طلوق. لا طلوق. دي كل ده طلوق. لا طلوق وغنية بياخدوهم يزودوهم شوية. اللي عاوز يذبح برضه. اللي عايز يذبح يذبح. يذبح. بيعمل كام درهم؟ ده احنا بنشتري فيه 21. 21000. اللهم صل على النبي. بس جافش كده. اللهم صل على النبي. بنحاول لكم كل حاجه على الطبيعه من ارضيه السوق. ايش طلوقه شغال، لحم شغال، بالصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. شوف العجل ده عامل كام. السلام عليكم يا معلم، عامل كام ده يا وحش؟ 23000. اللهم صل على النبي. صاحبي بيتكلم في 23000. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك في صاحب النصيب وصاحب المال. وادي الارضيات يا جماعه وكل حاجه من حضراتكم على الطبيعه. بالصلاه على النبي، اللهم صل على النبي. خد يا محمد. ايه يا عم الحاج؟ انت ما انت عارف. خد يا عم عد بتاعك. خد يا محمد عد يا ابني. مزروع عن انت حاج. اصل ريف المصري. اصل ريف المصري. تعالى صورني وانا بعد فلوس كده. ثلاثة عور يا أسامة ب 93. صوروا من أبو لطفي. السعر الآن ماشي كام النهارده في الأرضية؟ كام معاك يا ابو 62 20 يابا. ده تسلم عيد يا محمد يا أحمد. رقم التليفون؟ رقم التليفون 010 98 64 50 17. بالصلاة على النبي. المقيم في مركز الإكرامية، محافظة الشرقية. محافظة الشرقية قرية كفر نجم يا معلم. مال عليه مال عليه. لا والله أنا قلت مش ضرب نجم. اللهم صل على النبي. صورهم حلو، ركزوا عليهم ونزل على طول. ماشي كده ماشيهم كده خطوة. ماشيهم كده قدامي، ماشيهم كده قدامي كده. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. وادي الارضيات، ها وادي النظام. ثلاثة. صل على النبي، اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. وادي العجولة، ثلاث عجولة ب 93000 جنيه. ربنا يبارك في صاحب النصيب. فلوس 20 ل 100؟ 20
نسبة نعدي. سلام على النبي. يا معلم اللهم صل على النبي. ايه استنى عليك اللي زعفني زعنا استنى 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 شوف اللي بهدلنا اصبر 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 استنى اجد اللهم صل على النبي عافية. قلت بكام يا معلم؟ 35 الف. غالي قوي كده ليه؟ الراجل بيتكلم في 35 الف. اللهم صل على النبي. رجلي مجنن التجار كلها. 35 الف. اللهم صل على النبي. ما تجيب الربع رغبة كده يمكن عم حمد يقبض. صاحبه مش قادر عليه. نحاول نقول لكم كل حاجه على الطبيعه من رديت السوق وادي ثلاث عقول همك يتم البيع فيهم. الصلاه على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقاء قادم.